المعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. معكم طلع عبد الحكيم، رئيس تعاونية التبغ الصناعية لنجارة الخشب والألمنيوم اللي تأسست سنة 2017، وكنت تشتغل في الميدان ديال نجارة الخشب والألمنيوم، واستفدنا من مشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيت كنا كنشتغلوا في واحد الإطار غير مهيكل. اضطرينا اننا نجمعوا الدراري الصناعيه الحرفيه ديالنا، ودرنا تعاونيه اسسناها باش نخدموا في اطار مهيكل، وتحتنا الفرصه اننا سمعنا على التمويل ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في البرنامج اللي طلقوا جلاله الملك نصره الله، كنشكروا على هذه المبادره، واستفدنا. كانوا عندنا ماتريال قديم وعطاونا ماتريال جديد اللي وسعنا به الانشطه ديالنا. السلام عليكم، معكم سعيد المهدون، رئيس ديال تعاونيه النادي الفلاحي للاستثمار جامعه عين الحجر مدينه العيون سيدي الملوك. المشروع ديالنا اللي هو تربيه الدجاج البلدي انتاج البيض واللحم عرف واحد الاضافه كبيره من بعد الموافقه نتاع الدعم من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في التوريد، اللي وفروا لنا مجموعه ديال التجهيزات، مجموعه ديال المعدات، من ابرزها الصناديق ديال الدجاج، قصه التسويق ديالو، الشرابات، العلافات، الفقاسه كذلك. صراحه بعد ما استفدنا من واحد الدوره تكوينيه في هذا المجال هذا، كان عندنا واحد الصعوبات كيفيه الولوج للتمويل. الحمد لله المبادره الوطنيه البشريه حلت لنا هذا المشكل هذا بواحد الشكل كبير بزاف، وكذلك عاونتنا باش ان هذا المشروع هذا يدخل حيز التنفيذ. وصراحه بفضل الاندياش هذا المشروع هذا يعرف واحد القفزه كبيره بزاف اللي منها كذلك خلق فرص شغل. نشكر كذلك بالدرجه الاولى صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله اياه على هذه المجهودات ديالو الجباره، وحنا بفضله حنا خدامين وحنا غاديين مزيان في هذا المشروع هذا. نوال صوتي، رئيسة ومسيرة تعاونية الياقوتة للخياطة والطرز والخدمات بمختلف أنواعها، العيون سيدي ملوك إقليم توريت. إحنا خمسة العضوات وعندنا 163 مستفيدة معنا في التعاونية كيخدموا معنا. إحنا خدامين الحمد لله بصفة مستمرة، واستفدنا من برنامج المبادرة الوطنية اللي هو كان الانطلاقة الرسمية ديالنا، والقفزة كنسميوها احنا القفزة الأولية اللي تعطات لنا أننا نمشيو بالتعاونية للقدام. لأننا كنا من 2016 حتى 2017 كنا مازال عاد كي كنقولوا غيف في حصيرة والحف، حتى المبادرة اللي تعطات لنا هذيك كانت واحد القيمة مضافة التعاونية اللي بها الحمد لله قدرنا أننا نزيدوا القدام، قدرنا أن نوفروا الياقوتات اللي معنا لواحد داك الشيء اللي كيخدموا فيه، وداك الجو اللي يخدموا فيه كان عندهم الحمد لله مزيان وموفر لهم كل شيء. بهاد البادرة الطيبة اللي دايرها سيدنا الله يطول عمره، هذه بهاد البادرة اللي كتوقف مع كل مقاولة صغيرة ومتوسطة، ونجد الشكر للناس ديال المبادرة ولسيدنا نصر الله. السلام عليكم، الاسم سمية زبداوي، رئيسة تعاونية العيون بيو لقطاع تقطير الأعشاب الطبية والعطرية. حاليا كنشتغلوا على العصر ديال زيت اللوز، حيت كننتجو حتى الصابون، والحمد لله المنتوج ديالنا لقى اقبال من ناحيه زبناء واستحسان من ناحيه الجوده على الصعيد المحلي، وفكرنا باش نطوروا المشروع نتاعنا. من هنا جاتنا الفكره، شفنا الاعلان تاع المبادره الوطنيه، دفعنا الدوسي نتاعنا وتقبل، والحمد لله احنا حاليا في طور انجاز المشروع.
كنشكر صاحب الجلالة على المبادرة ديال التنمية البشرية، وكذلك السيد العامل رئيس لجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسلطة المحلية. السلام عليكم، معكم حسن الرخوم، مدينة تيريت، حامي مشروع مقاول شاب. أنا الحمد لله من بعد ما جاتني الفكرة ديال المشروع ديالي اتجهت لمنصة الشباب تما فين كانوا يستقبلوني ويوجهوني، ومن بعد تابعت الإجراءات والحمد لله رجعت الملف ديالي وتم الاستقبال تما يعني القبول، وحاليا حنا في طور الإنجاز ديال المشروع. وكنشكر جلالة الملك والمبادرة الوطنية للتنمية أنه فتح لنا هذه الفرصة أنا باش ندعموا المشاريع ديالنا ونخلقوا فرص ديال الشغل والتنمية المحلية للمدينة والإقليم إن شاء الله. السلام عليكم، الاسم ديالي المساوي عزيز، رئيس التعاونية المساوي ولاد المساوي للإسكافيين بتوريت. كان الفكرة ديالي جاتني واحد كوردوني يعني اصلا بغيت نطور المشروع ديالي نزيد به لقدام ان شاء الله، وهذا هو علاش جاتني الفكرة باش نكمل نطور الصناعة ديالي ونزيد في الانتاج وقدم الطلب ديالي للمبادرة الوطنية. الحمد لله استقبلوني في المشروع في الملف ديالي، ودابا الحمد لله راني غادي مزيان وباغي نزيد شي شويه لقدام نزيد نطور الصناعه ديالي ونخدم الناس معايا ونخدم خدامه بزاف ان شاء الله. وكنشكر سيدنا على هذه المبادره الوطنيه اللي فتح لنا الفرصه، ونشكر المسؤولين ديال توريت اللي عاونونا واللي وقف معنا حتى، وكنشكر ثاني المنصه اللي زادت عطتنا واحد دعم كيفاش ما نخسروش في المشروع ديالنا. الحمد لله اللي ولينا دابا عارفين التسيير كيفاش نديرو، دابا واقفين غير ندعم شويه ديال المواشين وحنا نزيدو قدام ان شاء الله. كنشكر سيدنا على هذه المبادره اللي قدم لنا. شعبي العزيز، لقد اهدتني منذ تحملت امانه قيادتك، دائما الانشغال بقضاياك، متجاوبا مع تطلعاتك، حريصا على اشراكك في ايجاد الحلول الناجعه لرفع التحديات الكبرى للوطن بروح الالتزام والتابئة والعمل والأمل. إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعوتنا لكل مغرب.